ينضم الينا في الاستوديو السيد رائد الخضر رئيس قسم الابحاث في مجموعه اي كيو تي. اهلا بك سيد رائد. اهلا وسهلا في العزيز. بدايه الحديث او الترقب لما سيصدر عن الفيدرالي الامريكي، هل ترجح الابقاء على سعر الفائده دون تغيير ام ان هناك عوامل اخرى قد تدخل في الحسابات مثل اسعار النفط المرتفعه؟ يعني اعتقد انه نحن شفنا المركز الاوروبي كيف فاجأ الاسواق ورفع اسعار الفائده ب 25 نقطه اساس، وهو ليس بالوضع الذي يعني يسمح له بانه يكون في عنده تشديد جديد في اسعار الفائده او رفع اخر في اسعار الفائده، على عكس الفدرالي الامريكي الذي حتى الان التوقعات تشير الى تثبيت اسعار الفائده لانه التضخم لا يزال نوعا ما تحت السيطره، هو اقل بكثير من اوروبا، وفي نفس الوقت انه نحن عم نشوف اداء الاقتصاد الامريكي بدأ يظهر بعض الإشارات الضعيفة نسبيا، ولكن بالمجمل لا يزال جيد بالمقارنة مع باقي الاقتصادات العظمى عالميا. ولكن يعني أعتقد أنه الفيدرالي سيتجه إلى مفاجأة في السوق برفعة لأسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس حتى يوصل التضخم إلى المستهدفات عند 2% قبل أن يكون الضرر أكبر على الاقتصاد وعلى معطيات الاقتصاد الجزئي حاليا، على الرغم من أنه سوق العمل أظهر ارتفاع في معدلات البطالة إلى أنه لا يزال يتمكن أو يستطيع استيعاب رفعات أو تشديد كبير في أسعار الفائدة. نعم، نبقى في إطار الحديث عن الاقتصاد الأمريكي وتحديدا نقطة وصول الدين لمستويات قياسية هي الأعلى على الإطلاق 33 تريليون دولار، برأيك كيف يمكن قراءة هذا الرقم بالمقارنة مع أداء الاقتصاد الأمريكي؟ هل هناك مؤشرات قلق مثلا؟ أعتقد هذا هو أكثر عامل سلبي موجود في الولايات المتحدة الأمريكية بالمقارنة مع كل معطيات الاقتصاد الجزئي، ارتفاع المديونية الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير يؤثر على تصنيفها الائتماني، رأينا ذلك كيف حدث بتخفيض التصنيف الائتماني، ويؤثر أيضا على قطاع المصارف ويؤثر بشكل مباشر على سوق السندات الأمريكي وعلى جاذبية هذا السوق وارتفاع في عوائد هذه السندات، يؤثر أيضا على حيازات الاحتياطية الموجودة لدى البنوك، وبالتالي مستقبلا ممكن أنه يدخلنا في مرحلة ركود أو كساد أو دخول في أزمة اقتصادية. تعليق سقف الدين الأخير الذي قدمه الولايات المتحدة الأمريكية أو مشرعين في الولايات المتحدة الأمريكية غير كافي لتحقيق هذا الاستقرار داخل الاقتصاد، التوسع في المديونية بهذا الشكل الكبير أعتقد هو أمر سلبي يحتاج بايدن ويحتاج مشرعين في الولايات المتحدة الأمريكية إلى النظر في تقليل مستوى المديونية في الولايات المتحدة الأمريكية إجمالا. لكن ذلك رغم الأداء الإيجابي للاقتصاد الأمريكي، هل تعتقد بأن الأمران لا يتوائمان؟ لا يتوائمان، نحن في عندنا ضخ كبير في السيولة عم بيكون من خلال هذه الاستدانة، عامل الاستدانة موجود، وأيضا ارتفاع في مؤشرات أسعار المستهلكين، فكل الضخ اللي عم بيكون موجود في الاقتصاد عم تاكل مستويات تضخم مرتفعة، بالتالي لا ينعكس على نمو حقيقي وإنما ارتفاع في مستويات الأسعار وليس نمو مستدام أو مستحق داخل الاقتصاد الأمريكي، بالتالي نحن إذا بدنا نعود للتضخم من جديد عم نشوف الأجور لا تزال منخفضة بالمقارنة مع مستويات أسعار، وهذا لا يعكس الرفاهية مثل ما بيقول. نعم، أنتقل الحديث عن أسعار النفط التي سجلت مستويات ربما توصف بالقياسية، هل تتوقع أن تصل الأسعار لمستوى 100 دولار وهل سيعقب ذلك ارتداد كبير مثلا أما أن الاقتصادات العالمية قادرة على استيعاب هذه الأسعار؟ يعني احنا شفنا يوم امس تصريحات وزير الطاقه السعودي والرغبه في ان يكون هناك سعر النفط عند 3 ارقام، يعني انه يكون في عندنا 100 دولار او اعلى من ذلك، لكن المعطيات الموجوده نحن عم نشوف المشترين الموجودين في السوق جدا قلقين بالدخول بمراكز شرائيه عند هذه المستويات المرتفعه، مرجحين انه في عندنا مستقبلا يجب ان يكون هناك مستويات سعريه ادنى، خصوصا الولايات المتحده الامريكيه تضغط بانه يكون اسعار النفط ادنى من ذلك، أيضا في ظل حملة المجابهة القوية لمستويات التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة، فقوة الدولار الأمريكي ممكن أن تكبح جماح ارتفاعات أسعار النفط وأن لا يصل إلى 100 دولار، وإن وصل سوف تكون زيارة سريعة ومن ثم عودة تصحيح سريع على أسعار النفط. أسعار المرتفعة قد تضر بشكل كبير جدا في مستويات النمو عالميا وتعيد أزمة التضخم مرة أخرى إلى مربع الأول وممكن حتى تعقد الأمور بشكل أكبر. أعتقد تحقيق التوازن عند مستويات سعرية قرابة 85 و86 ممكن أن تكون يعني إيجابية لكل الأطراف. نعم، فيما يتعلق بإنتاج النفط الصخري كيف يمكن تفسير تراجع الإنتاج
خاصة وأن النفط الصخري يحتاج لأسعار مرتفعة، كيف لماذا تراجع الإنتاج النفط الصخري حاليا؟ ارتفاع تكاليف استخراج النفط، ارتفاع في مؤشرات أسعار المستهلكين، وارتفاع أيضا في أسعار المنتجين، وهو أمر مهم جدا. ارتفاع التكاليف وارتفاع تكلفة الاقتراض وارتفاع الكلفة الإجمالية بالنسبة للمنتجين الصخريين يعني لا يحقق الربحية المطلوبة على حتى عند هذه الأسعار، أو حتى ربما أسعار يعني أعلى من ذلك، بالتالي هذا يفسر نوعا ما التراجع. أسعار النفط المرتفعة إجمالا تنعكس سلبا على الطلب الذي يتراجع كذلك الأمر، وأنه تحت ضغط هذه الأسعار المرتفعة بالتالي هم يريدون أسعار أعلى ولكن مع وجود طلب، لكن الطلب لحتى الآن لم يصل إلى المستويات التي تحفز حقيقة أنه يكون في عنا إنتاج أو وفرة بالإنتاج كبيرة. كل ما يحدث حاليا نحن في عنا اكتظاظ بالمعروض النفطي وتخفيضات طوعية لتصل بالأسعار إلى المستويات الحالية دون أن يكون هناك الحاجة إلى حصة سوقية جديدة موجودة حاليا أو طلب جديد يضخ في الأسواق. نعم. إذن السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة ويكي وتي كنت معنا، شكرا لك. شكرا عبد العزيز.